إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. النهاردة هنقدم نصائح ذهبية لمريض ارتجاع المريء، المريض اللي عنده عصارة المعدة بتطلع من المعدة للمريء وبتعمل فيه التهاب مزمن يخلي الشخص دايما يشتكي من حموضة مزعجة ومستمرة بعد الأكل ولما يجي ينام ولما يميل للقدام أو يصلي، وأحيانا تعمل كحة أو شرقة والتهابات مزمنة في الجيوب الأنفية. اللي عنده ارتجاع في المريء لازم يعدل بعض السلوكيات في حياته، واللي لو عدلها فعلا هتفرق معاه كتير في إنه يستريح من الأعراض اللي بتضايقه، وكمان يقلل من احتياجه للأدوية بنسبة كبيرة. أول حاجة بننصح مريض ارتجاع المريء إنه ما يأكلش كمية كبيرة مرة واحدة، ما يملاش المعدة بكمية كبيرة، يعني يقسم وجبته على كذا مرة، وما يأكلش وينام بعد الأكل مباشرة، لازم على الأقل ينتظر ساعتين بعد الأكل قبل ما ينام. لازم مريض ارتجاع المريء يقلل من وزنه لو كان وزنه زيادة، ودي من أكتر الحاجات اللي بتجيب مفعول سحري لتحسين أعراض ارتجاع المريء، خاصة في الناس اللي وزنهم زيادة شوية. بننصح برضه مريض ارتجاع المريء أنه يرفع راس السرير بزاوية 45 درجة، ودي الأفضل أنه يعملها بأنه يحط قلبين طوب تحت رجلين السرير الخلفية علشان تخلي الراس والصدر في مستوى أعلى من البطن، وده بالتأكيد هيمنع أو يقلل الأعراض بتاعة ارتجاع المريء. مريض ارتجاع المريء لازم يبعد في أكله عن المواد الحريفة والدهون الزيادة، لأن الحاجات دي ممكن تخلي مريض ارتجاع المريء الأعراض عنده تزيد وتضايقه. لما تيجي تاخد علاج المعدة تاخده الصبح على الريق قبل الفطار على الأقل بنص ساعة، علشان ده أحسن وقت تستجيب فيه المعدة لعلاجات ارتجاع المريء. دمتم بصحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.